لأن بقى عندك محاولة أخرى يعني خاصك تطيح حدا فيهم ولا مهم حاول يلا يلا كل شيء علي رشيد علي علي رشيد علي علي رشيد علي يلا 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 الله الله أيوة ما فيش مشكلة رشيد ماشي مشكلة ماشي مشكلة شوف حمزة اختيارات زوينة حنا حمزة طيحنا الكواري في الفاميل والكنزين هذاك الشيء ديال الدرهم يلا إذا شي مشكل بقاو ربعة ديال الاختيارات السؤال هو شنو هي ثاني ثاني كنركز على ثاني دولة اللي كتنتج بوحدها 29% من الإنتاج العالمي ديال الشاي أو أتاي واش هي اليابان واش هي اندونيسيا واش هي الهند واش هي مصر كما قلت لكم عندكم بعد 45 ثانيه باش تجاوبوا على السؤال ينطلق العداد وما تنساوش ان كاينين دي بياج في بعض الاسئله انا نستغل هذا الوقت نقول واحد المعلومه تفضل اللي ما تطرحاتش اللي اختار عتاي امبراطور ياباني لانه كان بلي بالاعشاب في ما كيلقى شي عشبه كيجربها في راسو واحد النهار تعلم يشرب الماء سخون وفرضوا على الشعب ديالو واحد النهار طاحت مع البرد طاحت ورقه ديال اتاي في الماء سخون شربها وعجبته وتختار اتاي ولذلك الجواب الثاني هو الهند 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 الهند, الهند. واخا اذا قلنا اول واحد بعد فراسك اول واحد ما تسوقش الكرونو انا عارف الجواب خلي الوقت يضيع برافو عليك اذا قلتي الجواب هو, هو الهند, الهند. حنا كما قلت لكم في الاول بان كاينين بعض لي بياج في الاسئله كاين انا زعما كشخص نقدر نحير بين اليابان والهند لا كون قلتي 65 ولا قلتي 60 غنمشيو ديريكت هما اليابان ولا كون قلتي اول ولا فين شكون اللي اختار فين بان اول مره احنا مشينا للهند البلاد ديال شاروخان وغنجيبوها الهند يا تحيه لشاروخان اللي كيتفرج في البرنامج غيكون كيتفرج في برنامج ام بي سي غادي يكون شوف الـ MBC 10 الـ MBC 5 الـ MBC 5 إن شاء الله غادي نشوفها واخا إلا غلطوا في هذا السؤال غادي ندي معاك ضامنة 15000 درهم ضامنة 15000 درهم الحمد لله أنا قناعة شوية شوية طول عرق فانت امرأة كريمة إذا اختاريتوا الجواب النهائي ديالكم هو الهند والجواب هو الهند برافو عليكم برافو 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 اذا واحد المعلومه الله يرحم باك على الهند كتعرف ماشي على الهند على اتاي شحال هادي كان الولد ما كيعرفش البنت ولا جاي يخطب عند باها كيعطيه البراد اتاي يلقم كاين جوج الاختيارات بحال اللي كدير يا كيجختل وكيعمرها وكيرد هذاك الشيء الكرفص يا كيديروا نقي وكيبدا يمسح الكاس لمن اطون افي كيعطي بنته اللي كيمسح الكاس لا اللي كيجختل حيت بنته غتعيش مع واحد مهور وكريم برافو عليك.